مساء الخير على كل من يتابعنا في إذاعة مكس اف ام في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. معكم أنا ثامر الحميد، ومن الإعداد الزملاء عبد الله المحضار وعثمان الصولي. نبدأ حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم بأرقام التواصل، حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة على STC 8 4 8 موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 7 3 2 2 2 2 7 3 22 22. حلقة اليوم من برنامج الجولة راح نتكلم عن خطاب الفيفا، طبعا الموجه للاتحاد السعودي وتحديدا للجنة الاحتراف، وراح نتكلم عن المترجمين في اتحاد الكرة، وراح نتكلم عن دوري زين اليوم استكمال مباريات الجولة 20، وراح نتكلم عبر احدى تقاريرنا اليوم عن موضوع رونالدو واجتماع تجديد عقده مع الملكي ريال مدريد. قبل ما ندخل في موضوع المترجمين الخاص باتحاد الكرة السعودي وخطاب الفيفا، يعني هذا اللي ينطبق عليها شر البلية ما يضحك، يعني هذا من اليوم من الصبح لين قبل ما ادخل البرنامج بثلاث دقائق، يعني شفت العجب العجاب يعني في كل شيء، وراح نتكلم عنه بالتفصيل، وراح نتكلم عن اللائحة، وراح نتكلم عن تصريح علي بادغيش لصحيفة جول أونلاين الإلكترونية، وراح نتكلم عن حديث المتحدث الرسمي، وراح نتكلم عن أمور تخص الأمان العام للاتحاد السعودي كرة القدم، وراح نتكلم عن أمور أيضا خاصة تخص لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، وراح نتكلم عن الفراغ اللي تعيش الأمانة العامة وغيرها من الأمور، وكل هذا، ورح نتكلم أيضا عن اللي يهم الجمهور، هل المفروض يتم تسجيل البديل لأيوفي ولا لا؟ يعني لأن إلى الآن البعض، خلينا نقولك من المسؤولين، البعض يقولك إيه والبعض يقولك لا، ذكر المسؤولين مو بجمهور ولا إعلاميين، مسؤولين في اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة بدون تحديد أسماء، البعض يقولك إيه تم القبول والبعض يقولك لا تم الرفض. هذا ايش يعطيني انطباع؟ نتكلم عنها بعد شوي، بس خلينا نسمع تقرير عن استكمال مباريات الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين، ونرجع مرة ثانية. حصاد الجولة. تستكمل مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة 20 من دوري زين السعودي للمحترفين بثلاث مباريات، تجمع الأولى نجران بمتصدر الدوري الفتح، وفي الثانية يستضيف الأهلي فريق الفيصلي على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، وفي المباراة الثالثة يستضيف سكر القصيم التعاون نظيره الشعلة في بريدة. في نجران ستكون أمام الفتح فرصة ذهبية لتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسي الهلال والشباب إلى 7 نقاط إذا ما نجح في الفوز وكسب النقاط الثلاث. الفتح في صدارة الترتيب ب46 نقطة، فيما يحتل نجران المركز الثامن برصيد 21 نقطة. وفي مباراة الشرائع يسعى الأهلي إلى الفوز والاقتراب أكثر من فرق المراكز الأربعة الأولى، أما الفيصلي يريد تعويض خسارته الماضية من الاتفاق. الأهلي يمتلك 33 نقطة في المركز الخامس، ويحتل الفيصلي المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة. وفي بريدة يعتبر عنوان مباراة التعاون والشعلة الأبرز هو محاولة الهروب من المؤخرة، التعاون في المركز 11 ب15 نقطة، فيما يمتلك الشعلة 18 نقطة في المركز العاشر. حصاد الجولة. ميكس اف ام تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. شكرا لمن عد هذا التقرير، الزملاء حنين عبد الغني والزميل عبد الله الترك. رح نتكلم الآن على موضوع على طول، يعني موضوع خطاب الفيفا اليوم وصل، أو فجر اليوم تحديدا وصل خطاب الفيفا للاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا للجنة الاحتراف. طبعا
عشان تكونوا عارفين يعني الكل قال انه خلاص يعني وصلت الموافقة للاتحاد السعودي. هذا طبعا ما هو براينا حنا ولا بالمزاج حنا قلناها, بس انا اشوف حتى ردة الفعل على حسب الميول. يعني انا كتبت اليوم بعد الظهر انه وصل خطاب الفيفا للاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا للجنة الاحتراف, وتمت الموافقة على تبديل ايوبي المصاب. زين هذا انا كتبته. طلعوا ناس قالوا والله غصب عنك يتغير ايوبي, هذا الرد انا طبعا في تويتر. يوم طلع يقول لك لا, في الاتحاد السعودي لكرة القدم في مشكلة في الترجمة. ليش في مشكلة في الترجمة؟ في عندنا الامانة العامة للاتحاد السعودي عندهم مكتب ترجمة, هذه الامانة, وعندنا لجنة الاحتراف عندهم مكتب ترجمة ثاني. فيقول لك ان الترجمة اللي كانت من لجنة الاحتراف في البداية ان الخطاب موجه للجنة الاحتراف لان هم المعنيين بالامر, يقول لك ان لا كانت بشكل خاطئ. فطلب احمد عيد باتصال هاتفي مع لجنة الاحتراف انهم يحولون خطاب الفيفا الى الامانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا لمكتب الترجمة هناك. اعادوا مرة ثانية الترجمة, بعد ما تم اعادة الترجمة مرة ثانية يقول لك لا, خطاب الفيفا يقول ان هذا طبعا كله مصادرنا يعني, فيقول لك ان خطاب الفيفا يقول ان خطاب الفيفا يعني لا قال ايه موافقين ولا قال لا, لانه عموما بس عشان تكونون عارفين لانه في كثير من الناس الان او خلينا نقول المسؤولين اللي موجودين في الاتحاد السعودي طبعا بعد اتصالات عديده يقول لك انه لا يعني شوفوا اي تفاصيل وصلنا. يقول لك لا, اداره نادي النصر الخطاب اللي رفع عن طريق لجنه الاحتراف كان فيه اللي هو يطلبون الراي والمشوره من الفيفا, وكانوا من المفترض انهم يطلبون استثناء هذا الكلام. فيقول لك عشان كذا الفيفا ما اعطاهم قرار, اعطاهم راي انه ارجعوا لفتره التسجيل عندكم متى تبدا ومتى تنتهي. هذا يعني بعد الترجمه يعني. فللاسف يعني وصلنا لمرحله يطلع مثلا علي بادغيش يقول لك ايه, يطلع مثلا المتحدث الرسمي بس باسم رابط الدوري محترفين احمد المصيبيح يقول لك لا تم الرفض. هذا نتكلم على اسماء يعني البارزه ولها مناصب يعني. صحيح ان احمد المصيبيح يعني ما له دور لا ايجابي ولا سلبي في الموضوع لانه يختص بالانديه والرابطه, ما له دخل لا في لجنه الاحتراف ولا في الامانه, بس انا اقول لكم يعني الرجل حتى غرد في تويتر وقال لا تم الرفض. وانا صار بيني وبين كثير من او بعض عشان ما كنا بالغ بعض اعضاء مجلس إدارة في الاتحاد السعودي اتصالات يقولك لا تم رفض طلب نادي النصر. فنستغرب يعني ما بين هنا وما بين هنا يقولك لا لا خليك من الكلام هذا كله. تم يقولك ارجع للمادة, والمادة تقولك انه فترة التسجيل الخاصة باللاعبين المحترفين السعوديين تنتهي في فترة يناير, مع نهاية فترة يناير. هذا وش معناها؟ انه ترجعون للمادة هذه متى الفترة حقتكم تنتهي يا جماعة الخير؟ تنتهي والله في نهاية يناير. حنا وشو الان؟ حنا في منتصف او في نهاية تقريبا حول نهاية فبراير, يعني معناته ما يقدرون النصر يسجلونه. انا بغض النظر يا جماعة الخير يعني لا سواء سجل النصر ولا ما سجل, بس قاعد اتكلم انه شوفوا اي مرحلة ما بين اي وما بين لا يعني. هذه هنا المشكلة يعني في المواد وفي اللوائح وفي التصريحات المسؤولين. ليش؟ ما ودي أقول إنه في طبخة يعني, ما ودي عشان لأنه لا يزعلون علينا النصراويين, لأن أنا لو قلتها بالشكل هذا بيقولك أنت تتهم وأثبت. هذه واحدة, والثانية إيه لأن النصر في السالفة. جوعت خير ما يدخل في النصر, أنا قاعد أتكلم حنا نبي خبر, نبي علم, ما في ولا ما في يعني. الناس يعني يقولك لا والله, تروح للمسؤولين ولهم مناصب يقول لك لا خلاص تم الرفض, تروح للثانيين يقول لك لا تمت الموافقة, تروح للثالث يقول لك لا, وكل ترجع للترجمة. بس عندي موضوع عن الجزئية حقت الترجمة هذه. أنا إلى متى الاتحاد السعودي كرة القدم يعاني من موضوع الترجمة؟ يعني نشوف إنه في معاناة كبيرة في الترجمة بشكل كبير يعني, في قضايا عدة. ليش يعني؟ معناته اللغة الإنجليزية لو أنت تجيب مترجم يعني خلاص ضريع في اللغة الإنجليزية, ما هي بلغة مثلا مين معروفة ولا لغة غريبة ولا لغة ما حد يدري عنها, لا يعني بس إنك تجيب واحد ضريع في اللغة الإنجليزية ويترجم لك إياها. المشكلة إن المكتب فيها من جميع الجنسيات, في السوري وفي فلسطيني وفي السعودي وفي جنسيات ثانية, هذه كلهم طبعا خليطي موجودين في مكاتب الترجمة في الاتحاد السعودي لكرة القدم, وعاجزين انهم يترجموا خطاب الا اذا في شيء حنا ما نعرفه.
ما راح أقول شيء ثاني، بس أقول إلا إذا في شيء إحنا ما نعرفه، لأن يا أن الخطاب حق الفيفا المفروض إنه يكون واضح. ارجعوا للمادة، ارجعوا للمادة. والله تقول لي والله النصر طلب إنه هو يعرف رأي الفيفا في الموضوع ويستأنس برأي الفيفا وما طلب استثناء في الموضوع، هذه الموضوع ثاني يعني، بس ما أتوقع إنه بعد هذا كله النصر بيرفع خطاب ناقص يعني، أو في مشكلة مجرد إنه مو مبطلب يعني. فهنا المشكلة اللي حنا طايحين فيها. عموما اللي تروح للأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس أو خلينا نقول الأمين العام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله السهلي موجود خارج المملكة في رحلة عمل. نائب الأمين العام اللي هو راشد الجمعان موجود في إجازة رسمية خاصة فيه. تروح لجنة الاحتراف علي بادغيش رئيس اللجنة، من المفترض أن يكون في الرياض في العاصمة من أمس، على أساس أن أمس بليل كان مفروض يكون في اجتماع لجنة الاحتراف، ما قدر يروح لظروفه الخاصة. يعني الفراغ يعيش اللجان يعني نادي. طيب إذا أنت متوهق، إذا أنت متوهق علي بادغيش، هذا إذا ما في شيء أنا ما أعرفه، هذا أنا بقول هالمرة المليون، إذا في شيء أنا ما أعرفه، إذا أنت متوهق ارجع لاتحاد الكرة يا أخي، عدم إلا إذا كان في شيء بعد ما نعرفه في اتحاد الكرة، هذه سالفة ثانية. وش يقول علي بادغيش لصحيفة جول أونلاين؟ يقول أكد لجول أونلاين علي بادغيش رئيس لجنة الاحتراف المكلف أنه تم تسجيل اللاعب اليوناني لاعبا بديلا لأيوفي في نادي النصر استنادا لرد الفيفا بين المادة 6 تقسيم 1 من لائحة الفيفا والمادة 18 من لائحة الاحتراف السعودية. وأكد أن الاتحاد السعودي تلقى بطاقة اللاعب الدولية من الاتحاد اليوناني لكرة القدم، وبالتالي أصبح لاعبا رسميا في نادي النصر، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة النصر بذلك رسميا اليوم. وأشار بادغيش إلى أن نادي النصر هو من طلب من اتحاد القدم الاستفسار من الاتحاد الدولي حيال هذا الموضوع، وبعد أن جاء الرد مساء أمس وتم ترجمته اليوم، عدنا إلى ما وجه به الفيفا من المادة 6 تقسيم 1 والمادة 18 من لائحة الاحتراف السعودي، حيث تشير اللائحة إلى تسجيل لاعب حر خارج فترتي التسجيل بشرط أن يكون بسيرة جيدة وفي مصطلح الاحتراف عاطل عن العمل. وعز أي عاطل عن العمل، بس هي المشكلة يا جماعة الخير مو في اللاعب اليوناني، لا يلعبون علينا، المشكلة مو في اللاعب اليوناني، هي المشكلة في أيوفي في الحالة نفسها. هل الحالة أنك أنت تستدعي أن أنت تبدل اللاعب ولا لا؟ أنا ما أدري يعني، علي بادغيش قاعد يتكلم في ديرة عميان، ما أدري يعني. أنا السؤال هو المشكلة الآن في اللاعب، حنا قلنا لك والله اللاعب اليوناني ما تنطبق عليه لوائحة الاحتراف، ما قلنا، حنا قاعدين نقول الآن المشكلة والخطاب اللي رفع نادي النصر مو بعشان الحالة نفسها، حالة اللاعب وأنهم يقدرون يسجل لاعب بديل. احنا ما قلنا عارفين انه اللاعب عاطل وانه ما يرتبط بعقد مع نادي ثاني وانه ما يلعب لاكثر من ناديين في السنه، كل الامور هذه احنا عارفينها من قبل ان تصرح فيها يعني بادغيش. هنا في التصريح طبعا عدنان المعيبد، عدنان بعدها في كثير من الناس كتبوا لي في تويتر روح شوف عدنان المعيبد وش قال في اذاعه زميله، وانه قال انه فعلا تمت الموافقه. بصراحه انا ما سمعت التصريح عدنان المعيبد، لكن تم الاتصال في عدنان المعيبد وصرح بشكل رسمي لنا في برنامج الجولة، وقال لم أقل في أي وسيلة إعلامية أن خطاب الفيفا هو موافقة نهائيا، الخطاب وصل فجر اليوم، الخطاب يحتوي على استفسار مطلوب من نادي النصر، ويفترض أن يرد النصر على الاستفسار بعد إرسال الخطاب له. يعني في خطاب طلع استفسار ورد الفيفا باستفسار ثاني، والمفروض أن نادي النصر يرد على استفسار الفيفا. هذا كلام عدنان المعيبد، عشان حد يقول لي والله إذا أنت ما أنت عارف شوف عدنان المعيبد ده وش قال، لا هذا كلام عدنان المعيبد. عدنان المعيبد يقول لم أقل في أو أي أصرح في أي وسيلة إعلامية أن خطاب الفيفا هو موافقة نهائيا، الخطاب وصل اليوم، والخطاب يحتوي على استفسار مطلوب من نادي النصر، ويفترض أن يرد النصر على الاستفسار بعد إرسال الخطاب له. هذا الكلام عدنان المعيبد يقول ستجتمع لجنة احتراف اليوم لاتخاذ القرار. يعني إلى الآن القرار ما طلع، ستجتمع، عاد وش يصير في الاجتماع ما أدري، عاد أنتم أدرى. طيب يعني تكلمنا على مكاتب الترجمة، وتكلمنا في الأمانة وفي لجنة الاحتراف، وتكلمنا على اللائحة، تكلمنا على عدنان المعيبد، تكلمنا على علي بادغيش، وش باقي؟ أحمد عيد كان برا السعودية وكان في البرتغال، والخبر هذا احنا انفردنا فيه، وجاء اليوم وجاء على جدة، والمفروض بكرة الصبح يطلع على الرياض. هذه التفاصيل. عاد وش اللي قاعد يصير في الاتحاد السعودي؟
ما أدري، بس أتمنى أتمنى أن الـ 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 أحمد عيد يعني يعين الناس يكونوا كفاءات يعني، وعلى أساس أنه أما بالشكل هذا حنا بنقعد بين وبين وفلان قال وفلان صرح وفلان لا وفلان إيه، يعني الأمور بصراحة صارت ضايعة بشكل غريب يعني. طيب نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. قبل لا نطلع الفاصل ذكرت السالفة اليوم الظهر، كتبت أن فعلا على حسب الترجمة الأولى طبعا، لأن احنا عندنا صارت الحلقة ما قبل الترجمة وما بعد الترجمة يعني، فطلع يقول لك لا خلاص بموافقة، وكتبتها موافقة قال غصب عنك انت ما تبي اللاعب يتسجل، ويوم طلعنا ووضحنا الصورة وقلنا لا يرجعون للمادة والمادة تقول انتهت فترة التسجيل، يقول لك يا اخي انت ليش ما تبي اللاعب يتسجل، يا اخي انت ليش انت ضد المدعو، يعني لا عرفنا لا كذا صار ولا كذا فات. لكن عموما الوضع في الاتحاد السعودي والفراغ اللي تعيشه اللجان والأمانة العامة في الاتحاد السعودي مو هذا الاتحاد السعودي الجديد اللي حنا كنا نتمناه يا احمد عيد، بكل أمانة مو بهذا الاتحاد السعودي الجديد اللي حنا نتمناه يا احمد عيد بكل أمانة. نطلع لأذان صلاة المغرب ونرجع مرة ثانية ناخذ مداخلاتكم في برنامج الجولة. STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. وأرجع وأقول بس للتذكير أنا ماني مع أو ضد، أنا مع أو عفوا ضد هذه الخرابيط اللي قاعدة تصير في الاتحاد السعودي ولجان وأمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوضع اللي قاعد يصير، يا إيه لا كذا يعني حتى تشككون الناس فيكم أن أنتم قاعدين تطبخون شيء. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة برعاية شركة الخرايف التجارية. بنهي موضوع لجنة الاحتراف اللي قاعد يصير هذا كله إلى الآن يعني، بس أنا في جزئية واحدة ودي أعلق عليها. علي بادغيش يقول تم خلاص المفروض بشكل رسمي في تصريح الجول أونلاين أن التبديل اللاعب في نادي النصر. في اتصالنا قبل شوي قبل بداية البرنامج بربع ساعة مع عدنان المعيبت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم يقول ستجتمع لجنة الاحتراف اليوم لاتخاذ القرار. لكم الرد. طيب ناخذ اتصال، تفضل تعرفنا باسمك. تفضل ألو. تفضل تعرفنا باسمك. الو ايوه الو تفضل انت على الهواء تعرفني باسمك الله يخليك. نزار الصبام معك. حياك الله يا نزار. الله يحييك ويبارك. تفضل. والله انا صراحه ارسلت وفي عندي موضوع معين بتكلم فيه، ما ادري ايش موضوع الحلقه اليوم. طب تفضل قول موضوعك. ايوه موضوع اللي هو يا اخي لعيبة الاتحاد لاعبي الاتحاد داخل الاتحاد السعودي والاعلام بشكل عام يعني يشوف اول حاجه ما يصير اللي صار في كاس اسيا واعتداء ابراهيم هزازي على منصور الحربي ولا احد يتكلم، يعني في اشياء اتفح من هذه بكثير بتطرح في الاعلام ويعني وبيدخل في الذمم بيدخل في الذمم. انت قصدك الهوشه اللي صارت بين الحربي وبين هزازي وبين هزازي، وبعد كذا كمان صارت في فتره بسيطه وصارت عند كمان الاولمبي اعتقد بين الاهلي والاتحاد بالذهاب ذهاب الدوري ودحين كمان صارت ودحين بين نفس الشيء كمان في الاولمبي امس بين الاهلي والاتحاد دخل الله يكرمكم المستمعين بجزمته في بطن اللاعب الاهلاوي انا ماني فاكر الاسماء بس دخل بي وصارت هوشه برضه مباراه وزي كذا الى متى ولا احد يتكلم في الاعلام ولا احد يعني شيء عشان يعني الفلاين الأندية إنه والله اللي في الإعلام أغلبهم يا أهلالية يا اتحادية يقوم أشياء زي هذه ما تطرح أفهم إيش الموضوع. شلون إيش دخل الهلال والاتحاد في الموضوع؟ لا لأنه لو كانت من نادي ثاني والله شوف نتكلم بعدين. نزار أنت تتابعني بشكل يومي؟ بتابع بشكل يومي. يوميا من يوم من يوم من يوم نهاية مباراة الأهلي والاتحاد اللي في آسيا إلى اليوم أنت تتابعني بشكل يومي؟ أكيد. شبه يومي مو بيومي يعني انت تجزم الان احنا ما طرحنا الموضوع حق منصور الحربي ابراهيم عزازي لا ما اقول لك انت انا اقول لك بشكل عام ما اقول برنامجكم موقر لو مو موقر والله ما كان تابع هو احسن واحد حيادي ويطرح المواضيع زي ما هي والله لا همه فلين ولا شيء بس اقول لك الاعلام بشكل عام شيء غريب صراحه شيء غريب يعني يدخلوا في النوايا يدخلوا انه هذا اكيد كان قصده كذا وهذا ليه سوى كذا يعني قصدك انه يدخلون في النوايا في مواضيع اقل واصغر من اللي قاعد تصير هذا اللي انت طرحته
الله يسهل هو ده يعني أشياء تافهة مرة تافهة يدخلوا فيه، وهذه أشياء كبيرة ترى، يعني هذه تودي تخلي الجيل الجديد اللي طالع تخليه يتعصب، تؤدي إلى ما في روح رياضية خارج عن الرياضة نهائيا أصلا اللي قاعد يصير، ولا تطرح أبدا لا من إعلاميين ولا من هذا. أنا أقصد لما أقول هلال الاتحاد يقول ليش يعني عشان الفريق اللي تلعب دور لو إنه من نادي ثاني كان أتكلموا فيها شيء غريب يعني. يعني إيش اللي أنت شفت اللقطة أمس يمكن مباراة الأولمبي بين الاتحاد والهلال، والله ولا الشو ولا أنا ألعب في الحواري اللي من زمان من صغري في احترام بين اللعيب والعمرة حاجة صارت يعني طيب. تيجي في الملاعب في الملاعب السعودية ومشاهدة التلفزيون وكذا يصير على ولا حد يتكلم فيها، هذا شيء غريب صراحة. أنا أطرح على طعم سلام. طيب يعطيك العافية نزار، شكرا عافية. شكرا لك والله بكل أمانة، يعني ما أتوقع أنا أتكلم باسم الزملاء الإعلاميين، يعني ما أتوقع أن في قنوات بتجند نفسها مثلا للدفاع فقط على الاتحاد والهلال، وإذا جاء الموضوع يخص الأهلي لا والله بكيفه، يعني ما أتوقع أنه بتوصل المرحلة هذه، لأنه أكيد الأهلي نادي كبير مثل الاتحاد مثل الهلال مثل النصر مثل الشباب، فيعني ما أتوقع أنه بتكون لهذه الدرجة يعني. وبعدين الإعلام والإعلاميين مو كلهم سواسي يعني، ممكن لو في على قولك برنامج بالصدفة يعني فعلا اللهمي، وما أتوقع أن كل البرامج بتكون على نفس السياسة وعلى نفس الخط. بناخذ اتصال ثاني، نواف تفضل يا نواف. مساء الخير يا أستاذ تامر، حياك الله يا نواف. والله بس بخصوص اللاعب والاحتراف واللي جابوه النصر، والله انا تمنيت بدل الصجة هذه والاعلام، وتمنيت والله العظيم انه ما وافقوا وخلوا ثلاثة لاعبين بس محترفين وخلاص. يعني ما ادري ايش، صدقني يا سسام لو قالوا ما هم موافقين كان ما طلع الصجة هذه وموافقة وموافقة وترجمة انا بيني وبينك نواف، انا يعني وصلني احساس كأن بكل أمانة، والله مو بعشان النصر بس بكل أمانة، يعني وصلني إحساس أن كأن الاتحاد السعودي قاعد أو خلينا نقول لجنة الاحتراف تحديدا كأنها قاعدة تدور على مخرج قانوني عشان يعطونا الموافقة، يعني كأن يعني لا غصب لا لازم، يعني أنا ما أدري يعني إحنا هذه ما نرضاها لا مع النصر ولا مع أي نادي سعودي ثاني. والله أنا ما أدريت، والله ما أدريت صراحة، أنا بترك الموضوع هذا، أنت كفيت ووفيت. أنا بس أبغى أتكلم عن سمو الأمير ممدوح بن عبد الرحمن وبخصوص ماسا والفلوس. يعني يا سمو الأمير، يعني بس نبغاش حن نحترمه ونقدره ولد الرمز وعلى عينه على روسنا، بس يا سمو الأمير احترم شوي. لك أكثر من سنتين ولا ثلاث سنوات وطالبونك ما جيت تعطي له وقت قبل البطولة، يعني تبغى الأضواء جيلك والفلاشات يعني صراحة والله العظيم لو ما أعطى والله العظيم إنه يكون أحسن. بس اشوف اشوف نواف ابى اقول لك بكل امانه، يعني اسمح لي ابوقف في صف الامير ممدوح في الموضوع هذا، قول لي ليش. ليه؟ انا اقول لك ليش. الان عندنا في الانديه معروف البطولات والفوز تجيب اعضاء الشرف، صح ولا لا؟ تجيب الدعم، حتى الحضور يعني خلك، يعني الناس بيقول لك هنا الوضع مختلف لانه ماسا هذه لها رعايه ولها عقد مع نادي النصر، النصراويين نفسهم اداره نادي النصر مين معترف فيه، صح ولا لا؟ مين معترف ودايم، يعني خلينا نقول لك ما ودي اقولها كذا بمصطلح ما له داعي، بس خلينا نقول لك ان دائما النصراويين كاداره غير معترفين بعقد ماسا ويعتبرونه غير شرعي، صح ولا لا؟ صحيح. لكن انا اقول لك كل معروف البطولات والنهائيات هي اللي دائما تحمس اعضاء الشرف، تحمس الرجالات الانديه بالدعم بالتواجد بالحضور، فيعني حتى ما نستكثر حتى على امير ممدوح بن عبد الرحمن، يعني حتى ان ما ودنا حتى يكون يدعم في النهائي، والله بالعكس انا في هذه النقطه انا ايده فيها، يعني حتى كتشجيع للاعبين المصريين. اي بس هذا ما هو دعم يا استاذ سامر، هذا ما هو دعم، هو لو قدم دعم على عيني وعلى راسي. بس هذا حق من حقوق نادي النصر، حق من حقوق النصر، النصراويين نفسهم مو معترفين فيه، النصراويين ما خلاص فسخ العقد هو، بس هذا حقوق من اول ما كان العقد شيء بالعقل يا استاذ سامر. وهو الامير ممدوح والله العظيم اقسم بالله هو من الاعضاء الشرف اللي يسبب مشاكل ويسبب أشياء. بس انا بقول لك شيء انا وافق بكل امانه، يعني في كان خلفيات كثيره للموضوع بعقد ماسا مع نادي النصر والامير فيصل بن تركي والامير ممدوح بن عبد الرحمن، فما يعني اكيد انه ممكن يكون في حزازيات او في شيء احنا ما ندري عنه بصراحه، بس بكل امانه انا ارجع اقول لك انه دعم في هذا التوقيت قبل مباراه نهائيه، انا اتوقع بصراحه من وجهه نظري وانا احترم وجهه نظرك يا نواف، انا اقول انه بكل امانه هذه تحسب للامير ممدوح ما تحسب عليه. طيب تحسب له، طيب ليش يطلعها في الاعلام؟
ليش ما يدعم؟ لازم يطلع في الإعلام ويتكلم، وودوني المحكمة، أعطوني خطاب في المحكمة، ومن ذا الكلام لازم يتكلم يعني. هو دائما كذا اسمه الأمير، لما النصر يكون ماشي ومتقدم، والله العظيم أنا متابع النصر يا أستاذ سامي، النصر لما يمشي صح الأمير ممدوح يطلع. جاء مرة يقول الستة بس يديرون النصر، ومرة يعني ما أدري إيش يبغى يوصل له أنا يعني، بس يبغى الإنجازات لأبوه يعني. أخي النصر عاد الرمز ما نقدر نقول شيء، عاد انتم النصراويين، بس انا اقول لك يا نواف بكل امانه، هل يوم تكلم الامير ممدوح بن عبد الرحمن بانه راح يدعم نادي النصر، هل تقبلوها او تقبلتها اداره النصر بشكل جيد مثل ما يكون في دعم لاي نادي ثاني، او خلينا نقول الدفعه مثلا في وقتها جات يعني تعاملوا معه بشكل سليم على اساس انه ما تكون رده فعل الامير ممدوح بهذا الشكل وعلى قولك محكمه وما محكمه، ولا كان في اخذ ورد وكانت هذه رده فعل الامير ممدوح؟ طيب كم له يقول بعطيكم كم له يقول كلام هذا؟ لا ثلاث سنوات ويقول بكرة ولا أعطانا قبل النهاية. والله أنا واضح يا أستاذ سامر، أنت إعلامي وفاهم كل شيء، تدري أحسن مني. لا بأس، في كل خير والبركة. إذا فاز النصر بالبطولة أنا رجعت لكم حقة مالي. لكن بالتوفيق النصر وإلى الأمام يا أستاذ سامر. يعطيك العافية نواف. شكرا لك، وجهة نظر نحترمها من نواف، وإذا كان في واحد من النصراويين مثلا عنده وجهة نظر ثانية الباب مفتوح. محمد تفضل. محمد خلينا نحكي، كيف حالك اختي؟ حياك الله يا غالي، تفضل. والله انا حابب زميلك الاعلامي عادل الزهراني، انا شايفك يعني فمس كنت منصف معه، بس انا مع احترامي يعني عيب لما يكون واحد يعني مذيع يقول يتفلسف ما يتفلسف ويطلع لسانه يعني هذه ما هي يعني. انا اسالك انت هذه بالله يعني بزيات مذيع؟ طيب محمد يقول لي نائب رئيس نادي يتفلسف ما يتفلسف، انا صراحه قدامه يعني محمد المساعد يعني ما شاء الله كان مره محترم جدا جدا، ما قال لي يتفلسف ولا ما يتفلسف ولا طلع لي لسانه ولا قال ما عارف ايه. انا هذا اللي انا هذه هي النقطه. طيب طيب محمد اقول لك انت بس اساس اتكلم انا عن نفسي، يوم قلت لي انك انت انا مؤيد له صح ولا لا؟ شوف انا بقول لك شيء يا محمد، انا اخذها من وجهه نظر معينه. طيب انا لما اتكلم وتكلمت امس ووضحت الصوره وقلت ان يا جماعه الخير تعامل إدارة الأندية لدرجة أن أنا في كثير من حلقات محمد لو أنت تتابع برنامج الجولة دائما أقول وأوصف إدارات للأندية بأنها إدارات نفي. كيف؟ أنا بغض النظر ماني قاعد أقول إنه خبر عادل الزهراني صحيح، أنا بس قاعد أقول لك لا شوف أنا معي في الخبر أي حتى أنا سامر. بس ممتاز لا استسامر شو أوضح لك حاجة، شو استسامر أنت قاعد تتكلم على أسلوبه معناه أيوه. بالرئيس يا سلام عليك، أنا فاهمك. أنا سيبك أنا زمان في ناس قال لك أنت اتحادي، في ناس قال أنت حلاوي، في ناس قال أنت حلاوي ومصاري، ده كله يعني سيبك من الكلام ده. أنا قاعد أتكلم على إيش؟ على أسلوبه في الكلام. اي بس انا برجع اقول لك غلطوا عليك في الهواء، اسلوبك كان حلو معهم يا اخي، ما غلط عليهم هم ناس عاديين محمد. لا الجمهور نادي. الجمهور هم راس المال، انا اقول لك يعني احنا بدون الجمهور وبدونكم ما نسوى بصراحه يا عمي. والله بس الله يسعدكم يا شيخ، كيف انت تخلونا نتكلم ونطلع صفط اللي في قلوبنا يعني. لا بالعكس سهلهم، بس انا والله محمد شوف بقول لك على شيء، انا النوع من يعني اكره الثاني إن بس يعني أنت بس أبغى يعني توصل بالحق، شوف كيف أسلوبه مع الرئيس. والله شوف أنا بقولك شيء، أنا ما عندي يا محمد ولا موقف شخصي مع المحامي عادل جمجوم، بالعكس عادل جمجوم من الناس اللي نحترمهم مثل أي مسؤول في الأندية يعني بغض النظر. وصدقني أنا بقولك لو كان أنا بس وش الفكرة في الموضوع، أنا اللي ما عجبني في عادل جمجوم وشو تدري إيش؟ إن أنا مثلا البرنامج قال خبر، أنت تشوف الخبر مو بصحيح صح ولا لا؟ كلمت البرنامج قلت لهم والله يا جماعه الخير بدخل على الهواء ودي انا في الخبر. البرنامج من طبعا مبدا المهنيه اعطوك المساحه انك انت تدخل، هذا حق من حقوقك، ودخلت والله يا عادل ترى الخبر انت قلت هذا ما يمثل الحقيقه باي صله، وانا حبب بحكم منصبي كنائب رئيس نادي الاتحاد ان في هذا الخبر. شكرا يا دكتور. ايوه لكن انت عادل ايش قال؟ معليش هو موسى عادل الزهراني ايش قال؟ ايش قال؟ عادل ايش قال؟ قال لا انا عندي لا هو ما قال كذا، انا اقول لك كان يفترض عادل جمجوم كان يقول كذا، بس هو ما قال كذا. عادل جمجوم انا اتحدى وانا باك تثبت، واذا ما تثبت انت تعتذر، واذا ما ادري ايش وانتم والاشاعات يعني. انا اقول لك هذه فيها رسائل محمد بكل امانه. طيب. شوف ممكن طيب. يكون ينفع صح، انا اقول لك بزياده عادل زهراني، بس انا ارجع واقول لك في النهايه كانت دايم ادارات الانديه في طريقه نفيهم للاخبار بطريقه مشحونه، ودهم يطلعون طيب. بشكل طيب. جدا كويس سؤال. امام جماهيرهم بس انا بسالك سؤال، انت كمدير عندك جميع الرسائل عندي سواسيه
طبعا كلهم سواس. يا سلام عليك. طيب ليه لما الامير عبد الرحمن مسائل لما اتكلم عادل الزهراني كان اسلوبه لبق ومحترم؟ يمكن ما غلط, يمكن ما غلط. شوف انا ما شفته, انا ما شفته والله عشان اقدر اني احكم فيها. هي بالله تشوفها لما نخلص البرنامج ادخل اليوتيوب. لكن في المقابل شوف كيف اسلوبه. لكن محمد في المقابل كان في موقف للعادل الزهراني نفسه كان مع الامير فيصل. لا كان مهما كان ما يقول تفلسف. محمد كان في موقف حتى للزميل عادل الزهراني مع رئيس نادي النصر الامير فيصل بن تركي, وقال قال كان في موقف اظن كان الشعلان هو الضيف, وكان ما ادري وش يتكلم الامير فيصل بن تركي عن الشعلان, وقال له سمحت ما اسمح لك تحترم ضيوفنا مثل ما احنا نحترمهم ومثل ما ضيوفنا هذول موجودين كنا بحنا, فلو سمحت انا ما اسمح لك انك تغلط يعني وقف على قولهم صاحب سموه. يعني في فرق بين ما اسمح لك في فرق بين يعني حتى هذه طلعت بس انا اقول لك لو طلع نائب رئيس الاتحاد وقال له ما اسمح لك كان بيقولون لا والله ما قال الرئيس النصر او الهلال. ايوه فيقول لك فلسفه وطلع لسانه يعني شوف كيف يعني انت شفت هذا يعني كان مستفز استفزنا احنا كجمهور. يا اخي انا بقول لك والله شوف انا دائما لما انتقد الاداره يا محمد انا اطلع الجمهور برا الموضوع. ليش؟ لانه الجماهير عندنا شيء مختلف. انا انتقد اداره النادي لكن ككيان نادي الاتحاد او جمهور نادي الاتحاد بعيد عن كل المواضيع هذه. حتى الهلال انا دائما انتقد اداره نادي الهلال اللي يسمونها اداره احترافيه وهي ابعد ما تكون عن الاحترافيه, لكن احنا نقول هذه اداره نادي الهلال, لكن جمهور الهلال والهلال ككيان احنا نحترمه مثل نادي الاتحاد والاهلي والنصر وباقي الانديه. بس وموضوع معلش لا طول عليك شد فصل غير على السريع بس احنا عندنا فاصل طويل. موضوع النصر حق احتجاج الاتحاد مع النصر تمام نخليك الإدارة تلتفت لأشياء ثانية. أنا بشوف إن الإدارة بالعكس يعني الأهلي لما نحتاج على الشباب كسب الاحتجاج يعني الناس ما تكلموا قالوا كلام جاء الاتحاد حق له وكسب الاحتجاج وأخذ 3 نقاط. طيب مع إنه يعني ما شاء الله تبارك الله الموضوع طول واللائحة كانت واضحة يجتمعون بسرعة بعض الأحيان بعض الأحيان لا. طيب إيه الاتحاد رئيس عادي مو أمير. يعطيك العافية. يلا حبيبي شكرا لك محمد. ما لها دخل محمد بتوهقنا يعني ما أدري يعني وش السالفة إنه هذا أمير ولا هذا مو بأمير. ما بالسالفة إنه يا أمير والله في بعض أصحاب السمو على قولهم وبعض الأمراء يا أخي والله العظيم تحط على الجرح يطيب, وفي البعض مثل أي ناس يعني في البعض منهم كويس وبعضهم لا, فليش حنا نقعد لازم عشان أمير يطلع مو كويس؟ النظرية غريبة. عموما قبل لا أطلع فاصل إدارة نادي الاتحاد تعلن عن إيقاف تعاملها مع صحيفة الرياضية مو بالقناة, صحيفة الرياضية عبر بيان رسمي صدر من مركز الإعلامي بالنادي نتيجة نقل أخبار ضد النادي حسب البيان. عاد بيان طويل والله تخلص الحلقة وحلقة بكرة ونقول بيان الاتحاد بس عاد المقاطعة للقناة وللصحيفة كلهم الرياضية بنفس المسمى في يومين. طيب نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية مع برنامج الجولة. اليوم راح يكون في طبعا باقي مباريات دوري أبطال أوروبا دور 16 راح نتكلم عنها وراح نسمع عنها تقرير, بس قبلها دائما نتكلم عن موضوع يعني خلينا نتكلم نادي دائما في شعارات الأندية تشوفها. طبعا الآن صار في شعارين, شعار للنادي وشعار لكرة القدم خاصة في كل الأندية. فالأول النادي طبعا الشعار تشوف أنه اجتماعي ثقافي رياضي, فلنا فترة طويلة ما صرنا نشوف لا ثقافي ولا اجتماعي, ما عاد نشوف إلا رياضي ومهاوشات ومضاربة يعني ما عاد نشوف مثل هذه الأمور. بس نقول إن شاء الله أنه مع نهاية كأس ولي العهد مباراة النصر والهلال يكون الوضع مختلف. بكرة راح يكون في أمسية شعرية هلالية نصراوية قبل النهائي كأس ولي العهد تحت شعار لا للتعصب. راح يكون معنا مداخلة الآن مع الزميلة ريما القحطاني مدير العلاقات العامة بجمعية مودة. حياك الله أخت ريم, حياك الله عبر إذاعة مكس إف إم. حياكم. بالنسبة لهذه الأمسية الشعرية اللي راح تكون بكرة إن شاء الله لو تحدثين عليها بشكل أكبر. أستاذ كريم جمعية مودة لحد من أطراف وأثاره نظم يوم غد إن شاء الله في مركز الأمير سلمان الساعة 8 أمسية شعرية عنوانها لا للتعصب, يقدمها شعراء هلاليين ونصراويين. تهدف هذه الأمسية يعني إلى نبض التعصب وإلى الحوار واحترام الآخر بفئة الشباب. طبعا الجمعية تنظم هذه الأمسية هي ضمن برامج من برامج جمعية مودة, برنامج ساهم تنمية موارد المالية للجمعية. انت عارف
مثل هل مناسبات الفعاليات تساهم في زيادة موارد الجمعية. لكن احنا في هذه الأمسية راح يقدمها عدد من الشعراء راح يوصلون رسائل توعوية أسرية لهذه فئة الشباب، ونقيم هذه الأمسية لتدشين حملة لشورت كود 5082 لدعم جمعية مودة، والذي إن شاء الله احنا كمان منظمين في نهائي كأس ولي العهد نزول لأطفال مستفيدات الجمعية مع لاعبين الفريقين، راح يحملون لاعبين الفريقين لوحات إعلانية للمساهمة في الاستقرار الأسري. كذلك راح يكون في إعلان توعوي في الأمسية وكذلك في نهائي كأس ولي العهد، إعلان توعوي عن الاستقرار الأسري وأثار الانفصال على الأبناء الذي هم ضريبة الطلاق دائما. طيب الزميلة ريما، بالنسبة لل يعني هذه أنتم في جمعية مودة، هل بتكون هذه التجربة الأولى والأخيرة يعني كتجربة لكم، ولا بتشوفون أنه ممكن في مباريات قادمة راح تكون نفس الأمسيات موجودة، نفس الفعاليات موجودة، خاصة أن احنا ودنا نفعل بشكل أكبر الجانب الثقافي والاجتماعي والخيري بشكل عام في كرتنا السعودية وفي الرياضة تحديدا؟ صحيح صحيح، هذا احنا كمؤسس مجتمع مدني علينا مسؤولية كبيرة تجاه الشباب وتجاه هذا الوطن، ومثل هذه الفعاليات هي توصل رسائلنا بشكل مباشر للفئة اللي احنا نستهدفها. ونتمنى يعني احنا صراحة وجدنا نشكر الفريقين، وجدنا منهم يعني تعاون جدا كبير لتوحيد رسالتهم في هذه المباراة، وكذلك للشعراء. احنا يعني يوم غد الدعوة عامة للجميع، ونوجه الدعوة يعني نتمنى الجميع يحضرون في مركز الأنيق سلمان في الرياض الساعة 8 يعني في أمسية شعرية قدمها شعراء، يعني صراحة هم يعني يمثلون شعار الحوار والاحترام الآراء، يعني وجود الشعراء في أمسية واحدة وهم يمثلون فريقين مختلفين، هذا هم قدوة هذا الشباب، وهذه من الرسائل اللي احنا دائما نحاول نبثها لشبابنا. فبيكون معنا الأستاذ سعود الزبيعي، هذول الشعراء، أي شاعر عيضة السفياني، الشاعر سلطان السامر، والشاعر فهد الشهراني. يعني شعراء هذول هم يمثلون أيقونة للشباب، ويعني اجتماعهم هذا بإذن الله يبث لهم رسائل توعوية. نتمنى احنا ونطمح انه الجمعية تشارك بعدد من فعاليات المناسبات اللي توصل رسالتها بشكل مباشر لهذه الفئة وتدعمها ماديا وزيادة تساهم بزيادة وعي المجتمع الشعري. ان شاء الله. ومين راح يدير الأمسية الشعرية اخت ريما؟ بيكون الاستاذ طبعا الاستاذ صالح العنزي راح يدير هذه الأمسية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم ولجهودكم، بالتوفيق إن شاء الله. الشكر لك يعطيك العافية. كانت معنا الزميلة ريما القحطاني مديرة العلاقات العامة بجمعية مودة. بنسمع تقرير سريع عن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ونرجع لكم في برنامج الجولة. التقرير الرياضي. ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم إن رئيس نادي ريال مدريد بيريز سوف يجتمع بنجم الفريق كريستيانو رونالدو في شهر مايو المقبل من أجل حسم مسألة تجديد عقده مع الملكي. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن بيريز سوف يؤجل الاجتماع إلى شهر مايو المقبل لحين الانتهاء من المسابقات التي ينافس عليها الفريق من أجل إقناع صاروخ مدريد بالتجديد. وأعلن خورخي منديس وكيل أعمال كريستيانو موافقة اللاعب لعقد جلسة من أجل بدء المفاوضات، حيث ينتهي عقد رونالدو في عام 2015. ذكر أن رئيس الريال بيريز ينوي تدعيم الفريق الموسم المقبل بكثير من نجوم العالم سواء من فرق الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد سيسعى إلى الإبقاء على نجم أوروبا والعالم وهدافه الخارق رونالدو. التقرير الرياضي. ميكس أف أم تقدم الجولة برعاية شركة الخريف التجارية.
طلع التقرير خاص طبعا بتجديد عقد رونالدو مع ريال مدريد. عموما مباريات اليوم الساعه 11 الا ربع في دوري ابطال اوروبا، غلطت سراي التركي راح يلعب مع شالكا الالماني، وميلان الايطالي راح يلعب مع برشلونه الاسباني. لجنه الانضباط تقرر قبول احتجاج نادي الاتحاد ضد نادي النصر بسبب عدم مشاركه لاعب. احنا نعرف العكس، بس عدم مشاركه لاعب هذا في اللائحه. شكرا، يعطيكم العافيه لاستماعكم برنامج الجوله. ان شاء الله نكون معكم في برنامج غرفه 11 أو تغطية خاصة عفوا للنهائي إن شاء الله يوم الجمعة. تمسونا الألف.